كشفت وزارة الحج والعمرة عن صدور أكثر من 2,300,000 تأشيرة عمرة لموسم العام الحالي حتى 21 من شهر ربيع الأول، فيما تجاوز عدد القادمين إلى المملكة 2,000,000 معتمر. يأتي ذلك بعد الإعلان عن فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء المناسك. وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة، فقد تصدرت الجنسية الباكستانية الجنسيات الأكثر قدوما، تليها الإندونيسية. ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة تأشيرات القدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30,000,000 معتمر.